ثم بعد ذلك التحريم من الرضاع، يعني أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، يعني أمك من الرضاع وإن علت الأم وإن علت، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة من الرضاعة. الأخوات من الرضاعة هي التي اجتمعت أنت وهي على ثدي واحد، ليس أخوك وهي، أنت وهي اجتمعتما على ثدي واحد، هنا تكون محرمة. ليس أخوك وهي، لأن أخاك لم يجتمع معها على ثدي واحد، إنما أخواتكم من الرضاعة من اجتمعت أنت وهي على ثدي واحد، وأخواتكم من أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. يجوز هنا أن نقف وأن نبدأ بقوله وأمهات نسائكم، لأن هذا نوع آخر، وأمهات نسائكم اللي هي حماته. والقاعدة الشرعية تقول العقد على البنات يحرم الأمهات، يحرم الأمهات. العقد على البنات يحرم الأمهات، والعقد على الأمهات لا يحرم البنات، إنما الدخول بالأمهات هو الذي يحرم البنات. يعني مجرد العقد على الأمهات، نعم، يعني هذا إيه؟ لا يحرم. مجرد العقد على البنات يحرم أمها، يعني لو أن رجلا عقد على بنت حرمت أمها عليه حتى لو لم يدخل بالبنت. ولو أن رجلا عقد على امرأة، عقد على امرأة ولم يدخل بها يجوز وطلقها، يجوز له أن يتزوج ابنته. متى لا يجوز له البنت؟ إذا دخل بهذه المرأة. وستأتي بعد ذلك وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. يعني العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول والدخول بالأمهات يحرم البنات، يحرم البنات. نعم، يبقى هنا إيه؟ وأمهاتكم التي أرضعنكم، نقف هنا. وأخواتكم من الرضاعة، نقف هنا ونبدأ. وأمهات نسائكم، أي وحرم عليكم أمهات نسائكم. ثم انتقل إلى نوع آخر، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يعني الربائب هم بنات النساء، نعم، اللاتي يتربين غالبا في البيوت، في بيوت الرجال، في بيوت الرجال. وطبعا لا نفصل بين وأمهات نسائكم وما بعدها، لأن هذان حكمان متصلان، يعتبر نوعا واحدا. نعم، هنا وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم يعني حرم عليكم أمهات نسائكم. وكما حرم أمهات نسائكم فحرم عليكم بناتهن إن دخلتم بالأمهات، اللي هو ربائبكم التي في حجوركم. إذن نقول وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. يبقى كما حرم أمهات نسائكم لمجرد أن عقدتم على البنات، حرم عليكم بنات نسائكم إذا دخلتم بالأمهات. خلاص، وربائبكم للربيبة، الربيب. رجل تزوج امرأة معها بنت، تربت هذا البنت في حجره أو في حجره بفتح الحاء أو الكسرية كده وما صحيح، ودخل بأمها التي دخلتم بهن. خلاص، نقف هنا. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني نقف هنا على أساس أن في جملة فإن لم تكونوا دخلتم بهن دي شرطية، جملة شرطية. وطبعا هنا العلماء قالوا إيه، بعض العلماء يقولون لا يجوز للرجل أن يتزوج ربيبته بشرطين، إذا تربت في حجره وإذا دخل بأمه. طبعا شرط التربية في الحجر هذه ليس شرطا، إنما هو كلام خرج مخرج الغالي. يعني كأنه يقول كيف يعني تبيح لنفسك أن تتزوج امرأة ربيتها أنت، بنتا تربت في حجرك. وده خرج مخرج الغالب، لأن كان عادة الرجل إذا تزوج امرأة معها بنت كان يضم بناتها إليه ويربهن. فده خرج مخرج الغالب. لكن الشرط الوحيد الذي به لا يحل للرجل أن يتزوج ربيبته إذا دخل بأمها، فإن عقد على أمها ولم يدخل بها يجوز له أن يتزوج. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي فلا جناح عليكم أن تتزوجوهن
وممكن نقف هنا ونبدأ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل الأبناء اللي هم زوجات أبنائنا الصلبيين، مش ليسوا الأبناء الذين ربيناهم. يعني لا يجوز للرجل كما لا يجوز للرجل أن يتزوج حماته، كذلك البنت لا يجوز لها أن تتزوج حماها، اللي هي حلائل أبنائكم. يعني لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ابنه الذي من صلبه. وحلائل أبنائكم، طبعا سميت حلائل لأنها حلت له وحل لها، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وهنا ينتهي التحريم المؤبد، تمام، يعني من أول ولا تنكحوا ما نكح أبواكم من النساء، مرورا بالتحريم بسبب القرابة، السبع أصناف، مرورا بتحريم الأخوات من الرضاعة والأمهات من الرضاعة، مرورا بأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم وحلائل أبنائكم. وينضم طبعا إلى هنا اسم التحريم المؤبد، يعني تحريم مؤبد إلى أن يموت. ما بعد ذلك من وأن تجمعوا إلى قوله والمحصنات من النساء، هذا يسمى بالتحريم المؤقت. نعم، مؤقت بوقت. لعلنا بإذن الله في الحلقة القادمة نعم بارك الله يعني نفصل أكثر، نعم، لأن الوقت انتهى. نقرأ هذه الآية ونختم بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك. حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. بارك الله فيك. بارك الله فيك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.